الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات وأن أشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن ينصر الله بهم الدين ويجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى ونسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة عن هذه الأمة وأن تتبوأ هذه الأمة مكانتها التي من أجلها خلقها الله جل في علاه فإن الله خلق هذه الأمة وجعل لها مطلق القيادة والقيادة والسيادة إن انضبطوا بالكتاب والسنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فما أن حققت هذه الأمة ما طلب منها قربة لله جل في علاه وقربة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قربة بالنبي صلى الله عليه وسلم لربنا جل في علاه إلا وقد مكن الله لهم في مشارق الأرض ومغاربها كما حدث مع الرعيب الأول كانوا في بادئ الأمر مستضعفين وكانوا على ضنك وشدة وبلاء ولأواء عظيمة لما صبروا ولما ظهر صدقهم لله جل في علاه ولما أتوهم من فوقهم ومن تحت أو من أسفل منهم وزاغت الأبصار والقلوب بلغت الحناجر وما كانوا يظنون بالله إلا الظن الحق ما فعلوا مثل ما فعل المنافقون بل قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما يعني خوفوا بالذين تكالبوا عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وإن الله جل في علاه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نسأل الله جل في علاه التوبة والأوبة الصادقة والرجوع الصحيح لله جل في علاه لسان حال كل واحد منا كل امرئ منا وعجلت إليك رب لترضى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم والله جل في علاه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل كتاب السنة لابن أبي عاصم وانتهينا فيه إلى الكلام على الشفاعة واليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب ثم نأخذ الفوائد المستنبطة ونكون بذلك قد قضينا الكلام على باب من أبواب علامات ما يحدث في عرصات يوم القيامة من أبواب علوم الغيوب نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت أنا وأمتي على تل فيكسوني حلة خضراء ثم يأذن لي تبارك وتعالى أن أقول ما شاء الله أن أقول وذلك المقام المحمود وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله تبارك وتعالى على كرسيه فقال لأبي مسعود يعني الجريري إذا كان على كرسيه فهو معه قال ويلكم هذا أقر حديث في الدنيا لعيني قلنا هذا الحديث فيه نكارة في المتن وأما وقد وهمنا على يحيى بن كثير وضعفنا الأسبوع الماضي وبينا يوم الاثنين أن هذا وهم ونحن كثير من الثقات وهذا وهم منا في تضعيفه والكلام كله على سيف السدوسي والمتن على كل حال منكر كما قلنا قد بين الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير من موضع من الاحاديث احاديث الشفاعه المتفق عليها من البخاري ومسلم قال فاسجد تحت العرش فهذا مخالف للظاهر هذا الحديث انه معه على كرسيه فلذلك قلنا المتن فيه نكاره فلا يقبل نعم وعن الطفيل بن ابي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه كنت امام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر نعم
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دون الله 70,000 حجاب من نور، و70,000 حجاب من نور وظلمة، وما من نفس تسمع شيئا من حس تلك الحجب إلا زهقت نفسها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، فينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيقول: يا محمد، فأقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، والمهدي من هديت، ولا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. وعن صلة ابن زفر به موقوفا إلا أنه قال: فذلك قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة، فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام. إسناده موضوع. قطرب، ما الفرق بينهم بما قرأ وبما صوبته إن كنت أنا على الصواب؟ ما تعرف سامر؟ وقال بمدحة، قلت له بمدحة سامر، ما في ما يهم، ها يكون فعل باسم كريمه. اه فيها مادة اللغة عندك، وراك وراك، هو بيتخفى عنك، خليه يبلغك. طيب أبلغه، قل له إيش الفرق بين اسم الهيئة واسم المرة؟ ها وصلت؟ طيب تفضل. ثم أمدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام. إسناده موضوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين الشفاعة أو نصف أمتي في الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين المنتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. قال معمر: أما إنها لحق، ولكن هكذا سمعتها. هذا هو ضعيف. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع يوم القيامة وأول مشفع. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة، وأنا استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي بعدي، فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دماء بعضهم بعضا، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل. الله أكبر. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ما يلقى أمتي من بعدي فأحزنني، فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ما يلقى أمتي من بعدي من سفك دماء بعضهم بعضا، وانتهاك بعضهم من حرمات بعض، فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الشفاعة وهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا عز وجل فيريحنا من مقامنا هذا، فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون:
أنت أبونا خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها، ولكن ائتوا نوحا صلى الله عليه وسلم فإنه أول نبي أرسله الله تبارك وتعالى. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بسؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله حين أتى الملك لامرأته قولي إني أخوك فإني مخبره أنك أختي، ولكن إيتوا موسى عبدا أعطاه الله التوراة وكلمه. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله الرجل، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله عبد الله ورسول خلقت عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأستأذن على ربي في داره، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، قل تسمع واشفع وشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، فأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. ثم أستأذن على ربي في داره الثانية، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك محمدا، قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. فأستأذن على ربي في داره الثالثة، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد، اشفع تشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. هناك أحاديث أخرى يبين فيها أن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة بأنه أدخل 70,000 من غير حساب ولا عذاب، وهؤلاء 70 شفعهم الله جل وعلا في 70,000، وهذه من نعمة الله علينا. بل يحتو الله جل وعلا 3 حفيات حتى كبر المؤمنون لما سمعوا ذلك سبحانه جل في علاه. قد بينا الأسبوع الماضي الكلام على الشفاعة وتقسيم الشفاعة من حيث أقسام الشفاعة، الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية، وأيضا من حيث الشافع من أنهم أقسام أيضا وأصناف الأنبياء والمقربون أو الملائكة الأنبياء والملائكة المقربون، وأيضا الصالحون والشهداء، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع هذا ونختم به الكلام على الشفاعة. لكننا بينا الأسبوع الماضي بالكلام على شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظم الشفاعات على الإطلاق، ألا وهي شفاعة الموقف العظيم، هي المقام المحمود الذي قد منحه الله نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا لعظمته وإكراما لفضله، وأيضا إظهارا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه. فرسول الله هو أعظم خلق الله قدرا، وهو أكرم خلق الله على الخالق. الله جل في علاه جعله سيدا للأولين وللآخرين، لذلك نهس النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخذ ذراع الشاه وكان يحبها فنهس نهسة، ثم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم ذكر موقف الشفاعة عندما يشتد الكرب ويهم القدر وتقترب الشمس من الرؤوس حتى يغرق الناس في العرق ويلجمون الجاما فيلهمون، وهذا من رحمة الله جل في علاه بالمؤمنين قبل الكافرين، أما الكافرون فهم إلى نار تلظى حتى يلهمون أن يستشفعوا لربهم جل في علاه، فأذهب كل امرئ منهم إلى أبيهم آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر، فهو أبو البشر لذلك استشفعوا به، لكنه يذكر خطيئته كما سنبين في الفوائد المستنبطة، فيحيل على إبراهيم وإبراهيم يحيل على نوح ونوح وسلم، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. وقلنا من الحكم الظاهرة في مسألة
الشفاعة إظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل في علاه، وإظهار مكانة هذا النبي العظيم ردا على الرعاع السفلة أنهم أحق ما يكونون إلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يستشفعون به للقضاء وفصل القضاء بينهم هؤلاء الذين تجرأوا على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. فإظهارا لكرامته على الله جل في علاه، وإظهارا لمكانته وسيادته وأنه المقدم عن الخلق أجمعين، فإنهم يذهبون إلى كل نبي معظم عند الله جل في علاه فيحيلهم إلى أن يصلوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا لله جل في علاه، فيثني على الله ما هو أهل له بمحامد علمه الله إياها في هذا الوقت فقط، فيقال يا محمد من كرامته على الله جل في علاه ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله جل في علاه فيشفع لله جل في علاه، فيجيء الله جل في علاه أو فيجيء الله جل في علاه ليقضي بين العباد. وأيضا من الحكم التي بيناها في مسألة الشفاعة لا سيما في الموقف العظيم في عرصات يوم القيامة عندما يهرولون إلى ربهم جل في علاه مسرعين غرلا غير مختنين، فإن من رحمة الله جل في علاه أو تظهر رحمة الله جل في علاه في تعجيل القضاء وفصل القضاء بينهم لأنه اشتد بهم الكرب، لذلك بالشفاعة يرحمهم الله جل في علاه بتعجيل القضاء. وهذه الرحمة حقا المقصود بها أهل الإيمان لا أهل الكفران والعصيان، لأنهم كما قلنا سيخلدون في نار تلظى نعوذ بالله من الخذلان. وقلنا الشفاعة خاصة على قسمين، قسم خاص وقسم عام. أما القسم الخاص هو القسم الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إمعانا في إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل في علاه. الشفاعة التي هي المقام المحمود التي لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لواء الحمد بيده والكل يقطع وينزل تحت لوائه بأبي هو وأمي ولا يتعدى أحد مقامه صلى الله عليه وسلم. الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة ولو كان من أتقى الأتقياء وأصلح الصلحاء لا يدخل الجنة ولا حتى من الأنبياء، إلا أن يأذن الله جل في علاه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. لذلك الحديث في البخاري كما احتج به البخاري وغير البخاري بأنه عندما يستأذن لدخول الجنة فيقال من؟ فيقول محمد، فيقول خازن الجنة بك أمرت أن أفتح، يعني بغيرك ما أمرت. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بها قال أنا أول شفيع في الجنة، يعني ما أحد يشفع في الجنة إلا أنا، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من الفرح والسرور والحور والحبور للناس بفضل هذا النبي العظيم الذي يتجرأ عليه الرعاع السفلة. وأيضا من الشفاعة الخاصة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما منع الله جل وعلا أي شفاعة تكون لأهل الكفر فجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب فيشفع فيه، كما قال للعباس عندما قال له ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وكان ينصرك وكان يدافع عنك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو الآن في ضحضاح من نار يعني يقف على نعلين يغلي بهما دماغه. هذه شفاعات خاصة، هناك شفاعات عامة، شفاعات يشترك فيها المؤمنون، يشترك فيها الأنبياء أولا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشترك فيها الملائكة المقربون، ويشترك فيها أيضا المؤمنون والشهداء والصالحون يشتركون في هذه الشفاعة، لكن تتفاوت بمنزلة كل إنسان. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مشتركة ليست كشفاعة غير من الأنبياء وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تتفاوت بينها وبين شفاعة المؤمنين وشفاعة الشهداء، ليست كشفاعة المؤمنين وشفاعة الصديقين تفوق شفاعة الشهداء، لكنها تتفاوت بتفاوت مكانة هؤلاء، والكل يشتركون في أن الله جل وعلا قد أذن لهم ورضي عن الشافع وعن المشفوع. هذه الشفاعات العامة، أول هذه الشفاعات هو رفعة الدرجات، أول هذه الشفاعات رفعة الدرجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بل والمؤمنون والمخلصون من عباده يشفعون لمن كان أنزل درجة أن يرتقي درجة، وكل منا تشعب بعنق أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان عنده شفيع من يشفع له في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أو هو في الفردوس الأعلى معه ويشفع له فاستكثر من إخوان الصدق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المتقين هم شفعاء بعضهم لبعض يوم القيامة، فلتستكثروا من إخوان الصدق. الدلالة على أن الشفاعة تكون في رفعة الدرجات رجل حسناته أنزل من هذه الدرجة وهو تشعب عنقه أن يرافق أباه مثلا في الجنة، قال الله جل في علاه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هنا يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اللي فيها أول لفة وأول شريطة حتى تصح الشفاعة هو الاشتراك في الإيمان. إذن الشفاعة مع العاصي الفاسق الفاجر أو الكافر لا يمكن أن تقبل. قال الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم فاشترك في هذا، فلما اشترك كانت سبيلا للشفاعة. لكن وجه الدلالة من الآية العموم، طب أنا أوصف الإفت وين وجه الدلالة من الآية؟ هو السؤال عن إيش؟ عن أي شفاعة؟ يعني إيش عن الشفاعة؟
فرافع درجات رجل اختصر. ليش أنا أهمهمة أهمهمة الفصل الذي ستميتني؟ يعني المفروض تعمد إلى ما تريد بسرعة. ها ها هات يا من أول وجه الدلالة. طب هات الحق وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد الإلحاق. ماله بالحق؟ ما هو الحق والحق ماله؟ وش اختلاف الدرجات؟ وين الدليل الذي أريد؟ ها الحقنا به سأموت كمل الدليل. قال الله جل وعلا الذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم الحقنا. هذه دلالة واضحة جدا ده وجه الشاهد على أنهم كانوا في درجة أعلى وهم في درجة أدنى فألحقهم. طب ألحقهم بإيش؟ أولا اشتركوا السبب والوسيلة اشتركوا في الإيمان. ألحقهم برحمة الله نعم الآية تعم مفهوم. ألحقهم بشفاعة الآباء لأبنائهم شفعوا عند الله جل في علاه لابد أن نقترن بأبنائنا يكونوا معنا نعم تقبل مفهوم الحمد لله. طيب تفضل الثالث ألحقنا بهم ذريتهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فارتقوا إلى منزلة الآباء بشفاعة من سلم. تنزل تحت الآية ولا ما تنزل تحت الآية؟ تنزل بمعنى في المعمول يؤذن بإيش؟ بالعموم. فدخل معها رفع الدرجات بالشفاعة شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة أيضا من؟ وشفاعة الآباء صحيح ولا لا من المؤمنين وأيضا رحمة أرحم الراحمين سبحانه وجل في علاه كما جمع ذلك في حديث طويل. ومن السنة التي تدل على أن الشفاعة أيضا شفاعة عم وهي رفع للدرجات استحقت الجنة لكنه في درجة أنزل يمكن أن يرتقي بهذه إلى الدرجة الأعلى بشفاعة المؤمنين. نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وكان قد مات رضي الله عنه وأرضاه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة ثم قال وارفع درجته في المهديين. قال وارفع درجته في المهديين فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع درجته في المهديين ويحتمل أن أبا سلمة لم تكن درجته في المهديين فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرتفع درجة فوق الدرجة التي عليه وهذه كما قلنا أيضا للمؤمنين هذه أيضا للمؤمنين والدلالة على ذلك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم قالوا وشفعهم الله في 70,000 وشفعهم الله في 70,000 فهذه فيها دلالة واضحة جدا على رفع الدرجات بالشفاعة. أيضا ربيعة الأسلمية عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة وهذه شفاعة في الحياة. أما الأقصى التي نتكلم عنها وإن كانت هي وسيلة لما نتكلم عنه ونستدل به الشفاعة في الآخرة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود سأشفع لك لكن أنت أعني على نفسك بكثرة السجود ففيها أيضا إشارة إلى رفع الدرجات بسبب الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى التي تعم ويشارك فيها الأنبياء والملائكة وأيضا المؤمنون الصالحون. الشفاعة الثانية هي شفاعة للذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فشفع فيهم الأنبياء والملائكة والصالحون فلم يعذبهم الله بل أدخلهم في الجنة من أول وهم فهؤلاء استحقوا النار استحقوا النار فبشفاعة الشافعين الله جل وعلا بدل ما لهم من النار إلى الجنان ما بقاله من النار إلى الجنان. وهذه فيها أدلة كثيرة جدا قبل أن نأتي بالدليل نأتي بأصل أصيل أصل أصيل ألا وهو الناس على أصناف ثلاثة تمحضت حسناتهم تمحضت سيئاتهم خلطهم الناس على أصناف ثلاثة تمحضت حسناتهم هؤلاء من؟ الأنبياء على الغالب الأنبياء على الغالب ويلحق بهم من غلبت حسناتهم على سيئاتهم يعني يلحق بهم في المآل يعني من غلبت حسناته على سيئاته فمآله إلى الجنان فالذين تمحضت حسناتهم الأنبياء هؤلاء يدخلون الجنة من أول وهم ويلحق بهم من غلبت حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء يدخلون مع الذين تمحضت حسناتهم أما الآخرون فتمحضت سيئاتهم تمحضت سيئاتهم فهؤلاء إلى النار من أول وهم. الصنف الثالث خلطوا خلطوا كما قال الله جل وعلا آخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم يعني يغفر لهم هذه السيئات ويجعل الحسنات التي تقدم على السيئات. لا سيما أن الله جل وعلا قد قال رحمتي وسعت كل شيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي فرحمة الله سبحانه. ولذلك نحن نقول دائما إذا كان المرء في المشيئة فهو إلى الرحمة أقرب إذا كان المرء في المشيئة فهو إلى الرحمة أقرب ولو كان خلط بين حسنات إلا إن كانت المسألة فيها شرك
لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويدخل فيه الشرك الأصغر على قول الشيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للسلف، لكن هي مسألة قوية جدا، لأن الشرك عند الله جل وعلا من أظلم الظلم. الغرض المقصود من كان قد خلط بين الحسنات والسيئات، فالأصل الأصيل أنه إلى رحمة الله أقرب سبحانه جل في علاه. لذلك أنت في كثير من الآيات إذا نظرت أن الله جل وعلا يصدر الرحمة قبل العذاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو يصدر الرحمة أولا لأن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى في علاه أكرم الأكرمين. هذا الأصل الأصيل. فمن غلبت سيئاته على حسناته فإن الله جل وعلا من تمام رحمته جل في علاه يفتح أبواب الشفاعة، فأشفع الأنبياء وأشفع الملائكة وأشفع الصالحون حتى يعني لا يكون مآل هذا الذي غلبت سيئاته على حسناته في النار، بل يدخل الجنة. الدليل الأصل على ذلك هو صلاة الجنازة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة ويقول ما إذا مات الرجل فقام على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجه الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الرجل فقام على جنازته 40 لا يشركون في رواية 3 صفوف 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وين وجه الدلالة؟ هو وجه الشاهد شفعهم الله فيه. وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الجميع بيرفع يده على وجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. شفع الله في أيه؟ حق النار فشفع الله. هنا هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة نقول رجل مات، إيش الاحتمالات التي تعتريه؟ لما مسلم ومات يعتريه احتمالات، الاحتمال الأول من الصنف الأول الذين تمحضت حسنتهم أو ممن لاحق بمن تمحضت حسنتهم، أو الصنف الثالث الذين تمحضت إيش؟ ممتازين، تمحضت سيئته وهو مسلم برضه ينفع برضه، حرام عليكم. قلنا هؤلاء الكبرى فقط، هو بس الان هو صنف من صنفين، الصنف الاول تمحضت حسناتهم او خلطوا، طيب الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ هم يصلون عليه يشفعون فيه، فمن تمحضت حسناته هذه تكون الشفاعه من الباب الاول، ايش هو؟ رفعه الدرجات، صحيح؟ وان كان ممن خلط فهو من الباب الثاني والقسم الثاني الذي نقول بانهم يشفعون فيه فيشفعهم الله فيه، فان كان مآله الى النار يجعل الله جل وعلا مآله الى الجنه. الحمد لله. والدليل الآخر هو حديث كما قلنا 70,000 الذين يدخلون الجنة فيشفعهم الله في 70,000 أيضا، كأنهم الاحتمال وارد إما استحقوا النار وإما كانوا أنزل درجة، فهي تحتمل القسمين من الشفاعات. يبقى إذن القسم الثاني من الشفاعة العامة أقوام قد استحقوا النار وقد شفع فيهم الأنبياء والملائكة المقربون والصالحون والشهداء والصديقون، فشفعهم الله جل وعلا، كان مآلهم من النار فجعل الله مآلهم إلى الجنة من تمام رحمته جل في علاه. من باب أولى أن يدخل في هذا القسم من؟ من؟ أيوة نعم، من؟ أهل الأعراف. أهل الأعراف إن كان الذي غلب السيئات على الحسنات شفع الله فيه من الملائكة والأنبياء والصالحين وتبدلت مكانتهم من النار إلى الجنة، فمن باب أولى أن يكون من؟ أهل الأعراف. فمن باب أولى أن يكون أهل الأعراف. القسم الثالث في الذين قد دخلوا النار، في الذين قد دخلوا النار، إذا الأقوام استحقوا النار فلم يدخلوا النار بشفاعة الشافعي، لكن هؤلاء دخلوا النار حتى صاروا حمما حتى امتحشوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفع كما في الحديث الطويل في حديث الشفاعة، فيحد لي حدا فأقول ربي أخرج، بعدما يخرج الحد هذا يحد له حد أيضا، أخرجه من تعرفون مثقال ذرة مثقال ذرة إلى آخر الحديث، فيقول الله جل وعلا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي حد لي حدا، أنا أقول ربي شفعني في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله جل وعلا هذه ليست لك، هذه لأرحم الراحمين، فيقضي الصدى فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، هذا الذي سنفسره في الفوائد المستمرة. هذه أيضا من الشفاعات التي تكون شفاعة عامة يشترك فيها الأنبياء المرسلون وأيضا الملائكة المقربون والصالحون والصديقون والشهداء، هؤلاء يشفعون في هؤلاء. فإذا هذه هي الشفاعة العامة التي اشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأيضا معه الصالحون. نختم الكلام في أقسام الشفاعات ونقول إذا كانت الشفاعة نائلة لأهل الإسلام فهل يشترط في الإنسان بعض الشروط حتى ينال هذه الشفاعة أم كل إنسان يمكن أن ينال هذه الشفاعة؟ نقول لابد من شروط، لابد من شرط وقيد. أولا الشرط الأول الذي نتكلم عنه أولا ها أن يأذن الله أن يرضى عن الشافع المشفوع. الشرط الثاني مهم جدا ألا وهو الإيمان، لابد هذه الجنة لا يدخلها إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة،
أبدا قط لا يمكن أن يدخل الجنة نفس كافرة بحال من الأحوال. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث نقول تتفاوت الدرجات في مسألة الشفاعات، وكل يأخذ شفاعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أيضا كما قلنا عظم الشفاعة وأيضا عظم مكان الشفاعة تكون بتفاوت الدرجات. منها أولا أعظم الناس وأسعد الناس وأعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد. أعظم الناس توحيدا، أعظم الناس توحيدا هم أعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمت أنه لا يسألني أحد مثل غيرك من هذا السؤال بهذا السؤال مما علمت من حرصك يا أبا هريرة. ثم قال له شفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها نفسه، لمن قال لا إله إلا الله مخلصا بها نفسه، وفي رواية قال مخلصا بها قلبه، وفي رواية من مات لا يشرك بالله شيئا. وهذا أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قضية الكون بأسرها توحيد الله جل في علاه. وإذا قلت أعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس تحقيقا للتوحيد دون أدنى ما يشوبه من الشرك، هذه الهداية التامة والنفع التام والنجاح التام والفلاح التام لا يكون إلا بالتحقيق التام لتوحيد الله جل في علاه أصلا وفرعا وكمالا. قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والهداية التامة الكاملة والنجاح والفلاح التام لا يكون إلا بتمام التوحيد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا، ولأن الشرك هو أظلم الظلم وأعظم الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلق سبحانه جل في علاه. فإن كان أعظم الحسنات التوحيد فأعظم الظلم هو الشرك. لذلك أعظم الناس نفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قد أتموا التوحيد لله جل في علاه دون أن يشوبه أدنى شرك ولو كان من الشرك الأصغر، ولو كان من الشرك الأصغر، وبينهما مفاوز في التفاوت بين الدرجات. الثانية أو الصفة الثانية التي تتوفر في هؤلاء أعظم قدرا ونفعا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من حقق التوحيد وكان أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. والمحدثون هم أحظى الناس بهذه الشفاعة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. فالمحدثون الذين انشغلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تراهم إلا يحدثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصححون حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضعفون حديث نسب للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الدارقطني قال من أعظم الأحاديث التي تبين شرف أهل الحديث هو هذا الحديث. أعظم الناس قربة من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الأثر تتعاضد لأن الأسانيد الأصل في الأسانيد أنها ضعيفة، هذه الأسانيد جاءت ضعيفة لكنها تتعاضد من أكثر عليها من الصلاة. ليلة الجمعة ويوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة من الجمعة كان له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يوم الجمعة قال يوم طلعت فيه الشمس، ثم قال فأكثر من الصلاة علي يوم الجمعة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. مكافأة في الدنيا وفي الآخرة الملائكة تأتي تسعدك أو تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه وصلى عليه والله جل وعلا يقول من صلى عليك مرة أو بشره جبريل من صلى عليك مرة صلى الله به عليه عشرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد المنبر أمين 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 فسئل عن أمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تدرون من البخيل، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا بالنسبة للأمور التعبدية، من مات في المدينة أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص كل امرئ في آخر عمره أن يموت في المدينة. قد علمنا أناس من أهل الكلام بل أفكارهم من أفكار المعتزلة ولكن بصدقهم وإخلاص نيتهم مع الله جل في علاه أنهم دعوا الله ألا يموتوا إلا في المدينة فماتوا ودفنوا في المدينة، وناس تصدوا للإسلام وعملوا للإسلام لكن كانت أفكار حيدة عن أفكار السلف، حيدة عن الضرب السديد الصحيح. لكن انظر إن الله العلى ينظر إلى القلوب، فمن صدق الله صدقه الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فقال من مات في المدينة من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني شهيد وشفيع لمن مات في المدينة، أو فإني شفيع لمن مات في المدينة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من الصفات والسمات التي يحظى بها الذين يشفعون للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أكثر من هذا الدعاء بعد كل أذان يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق الذي أحسنتم التوحيد، بعد تحقيق التوحيد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن فقال اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيل وابعثه اللهم مقام المحمود، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. صحيح قال حلت له شفاعته،
حلت فاستجلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كل أذان لا يفوته يدعو بهذا الدعاء. فهؤلاء أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول هذه الشفاعة شفاعة لعلو الدرجات، شفاعة أخرى للنجاة من النيران هي الشفاعة التي للكبائر، وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الفوائد المستنبطة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي عموما، ثم خصص لمن هو أحوج الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين ومرحلتين. المرحلة الأولى يشفع فيهم أن أحسن مش متوقفين ليش، ما قلنا على مرتبتين، المرتبة الأولى هم أهل الكبائر نعم غلب السيئات على الحسنات، لكن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا من أول وهلة الجنة، ذلك فضل الله يؤتي ما يشاء. وهذه إن فتشت عن القلوب، إن كان قلبا صادقا نقيا حقا فإن الله جل وعلا يفتح له الأبواب حتى ينجيه، أما إن كان قلبا مغلقا كالكوز مجخية إذا نكتت فيه النكتة السوداء أثرت فيه وعلى الران القلب، فهذا والله أعلم لا يثقله إلا النيران. الغرض المقصود هذه المرتبة الأولى، المرتبة الثانية في أهل الكبائر أنهم إذا امتحشوا إذا دخلوا وصاروا حمما في النار يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من النار فيلقون في نهر الحياة حتى بعد ذلك يدخلوا الجنة باسم عليهم حلقة أو سورة على العنق باسم الجهنميين، وبعد ذلك الله جل وعلا أيضا في هذه يبعد عنهم ولا تكون سمة في أعناقهم. على الله جل وعلا يجعلنا ممن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فيجعلنا ممن يرتقي إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال أنس بن مالك ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال وإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر. اللهم إنا نشهدك بحب هؤلاء أن ترفعنا إلى هذه الدرجات، وأن تجعلنا مع السعداء والشهداء والأنبياء، وارفع الغمة عن هذه الأمة وتقبل شهداء الأمة. اللهم أمين يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة هذه مجمل ما يقال في أبواب الشفاعة. الفوائد المستنبطة فاحتملوني لأنها فوائد كثيرة جدا، يعني ممكن تصل إلى 15 فائدة، فاصبروا معنا. الفائدة الأولى فضل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد أن نقف عنده. فضل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ردا على الرعاع الشفل هؤلاء الذين يتجرؤون على عرض النبي، يتجرؤون على أفضل البشر أجمعين، على سيد الخلق بأسرهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الفائدة هذه نستنبطها من كل هذه الأحاديث التي جاءت في شفاعة الموقف أو في المقام المحمود، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن آدم يحيل على نوح ونوح من أولي العزم من الرسل يقول نفسي نفسي فيردهم، ويحيل على إبراهيم، إبراهيم خليل الرحمن يقول نفسي نفسي، ويحيل على موسى، وموسى يحيل على عيسى، وعيسى يحيل على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أفضل البشر أجمعين، ما استطاع منهم أحد أن يقف ليستأذن ويقرع باب الله جل في علاه، كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها يمكن أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، يعني الله كما ألهمهم في قلوبهم أن يستشفعوا بأحد أن يذهبوا إلى الذي يقرأ الباب فيقبل هو رسول الله، لكن من الحكمة العظيمة أن الله جل وعلا ألهمهم في قلوب أوزع في قلوبهم أن يستشفعوا بأحد، فابتدأوا بأبي الأنبياء حتى يأتوا جميعا على كل الأنبياء، فيعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حتى عيسى لم يذكر ذنبا ومع ذلك يقول لست أنا من الذي يقرأ الباب لست أنا، قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر إلى محمد عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذكروني بهذا الإشكال لأن بعضهم يقول عندنا الآن أنتم تقولون محمد أفضل البشر، وين ومحمد له ذنب وعيسى ليس له ذنب، صح لا؟ لأن عيسى لم يذكر ذنب، ثم قال على محمد قال اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أسرع لكم بالإجابة السريعة وبعدين أفصل أحسن تضربوا خمس أزداد. شوف هذه يستدل بها العلماء على أن العاصي التائب أفضل من الذي لم يعصي، على أن العاصي التائب أفضل من ما يعصي، ولذلك بعض السلف استنبط من هذا الحديث قال وكان داود عليه السلام كانت مكانته بعد التوبة أفضل من مكانته عند الله قبل أن يقع في المعصية، اللي تعتبر عند بعض العلماء خلاف الأولى كانت هي خطيئة حقا الآية فاستغفر ربه فخر ركعا وأناب. الغرض المقصود بأنه لما تاب وأناب إلى ربه جل في علا كان أرفع منزلة، فالعبد الذي لم يذنب وكان في مكانته يفارق العبد الذي أذنب ثم تاب وآب إلى ربه جل في علا ورجع خاضعا متمسكنا لله جل في علا خائفا راجيا ثم بعد ذلك ارتقى لمنزلة أعلى، لا سيما أن الأدلة على ذلك كثيرة وفرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال الله أشد فرحا بتوبة إيش، يبقى هذه الأسباب فرح الله جل في علا إذا تاب أعظم ويرتقي منزلة أعظم عند الله جل في علا. وأيضا إن الله أحب ما يكون إليه من عبده وانكسار قلب العبد، أحب شيء إلى الله جل في علا أن يراه في العبد هو
انكسار القلب، لأن العبد الذي يكون على وتيرة واحدة طائعا يأتيه العجز، يدل على الله جل في علاه كأنه يمتن على الله بالعبادة. انظر كيف حذر الله نبيه من ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمنن ما تستكثر. عبادة ربك جل في علاه لابد أن تكون خاضعا سليما لها، لا يمكن أن يدخل في قلبك العجز. فالقلب المنكسر كما قال علماؤنا، القلب المنكسر واعتاد على الانكسار أمام الله جل في علاه يسجد سجدة لا يرتفع منها إلى يوم القيامة، وهذه السجدة هي سجدة الخضوع والذل وأيضا إظهار الفقر للرب الجليل الغني سبحانه جل في علاه. فلذلك علماؤنا قالوا: الذي يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه أرفع منزلة من الذي لم يقترف ثم يتوب إلى الله جل في علاه. فإذا هذه رد على من قال بأن أحدا يتقدم على محمد صلى الله عليه وسلم. الثانية: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت من كل شيء، بل رحم الله الجمادات، الخشب، السيف، رحم الله جل وعلا كل شيء، الحيوانات العجموات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولذلك لما جاء الجمل الذي جاء يبكي من سلم يشتكي حتى عنف صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اشتكى لي هذا الجمل بأنك تشد عليه في العمل ولا تعطيه العلف، لا يعطيه الطعام وأيضا نطلب منه كثير العمل. وأيضا لما جاءت الحمرة فرش أمام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذوا فرخيها، فقال: من أبدع هذه بفرخيها ردوا عليها الفرخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك رحمة منه، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعجموات الأنين، أمين الجزع، عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب يخطب على المنبر فسمع كما قال الصحابة لهذا الجزع أنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالجزع حتى وضع يده على الجزع، فما سكت الجزع حتى وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة بأبي هو أمي. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نائلة لكل شيء خلقه الله جل في علاه. أما رحمة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بهذه الأمة عجب ثم عجب ثم عجب. النبي صلى الله عليه وسلم في الكافرين يقول: نحن نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان، هو يقف أمام أهل مكة ويقول: أنا النذير العريان، ويقول لعمي: يا عباس يا عم إني لا أغني عنك من الله شيئا، خذ من مالي ما شئت، يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، خذي من مالي ما شئت، وهو يحذر الناس بعذاب الله جل في علاه. أما بالأمة فبكى ثم بكى لما أوحي عليه من هذه المعاصي التي استقع فيها هذه الأمة، حتى جاءه جبريل، بعث الله إليه جبريل، فقال جبريل: إن الله يسألك ما يبكيك، وهو أعلم أحسن الحمد لله المتقدين جدا، فهو يسأله أعلم، فقال: إن الله يسألك ما يبكيك، فقال: أمتي. فرد عليه جبريل فقال: إن سنرضيك يا محمد، إن سنرضيك في أمتك ولا نسواك، إن سنرضيك في أمتك ولا نسواك، وهذه بالشفاعة التي قد منح الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لذلك ترى أن سلم من رحمته بأمته ما خير بين أمرين إلا اختار أشقهم وأعسرهما وأشقهم والمفاحش. الناس لما خير من أمرين اللي اختاره أيسرهما، من رحمته بالأمة كما قالت عائشة: ما خير الإنسان اللي اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك كان الإنسان يترك العبادة وهي أحب إليه خشية أن تفرض، ولذلك ترى إمامة الناس في قيام الليل في رمضان قال: خشية أن تفرض عليه. فكان الإنسان يترك العبادة وهي أحب إليه خوفا من أن يشق على الأمة. ولما قال الإنسان حج وأمرهم بالحج قام الرجل في كل عام شد غضبه وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. ثم بين السلم الفضل في النافله. الفائده الثالثه: لا يجوز سؤال النسل ولا الاستغاثه به ولا دعاء الاستغفار منه ولا ان يطلب منه ان يستغفر له. من وين انا هقف عند هذه مهمه؟ شو يلا فوارس الميدان ياتوني، لان هذه مساله مهمه. بعض الناس قد اخطا خطا فاحشا واعتقد انه يستطيع ان يذهب الى النسل فيتوسل به ويسأله أن يستغفر له وأن يدعو له ربه مع موت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صار كما قلنا في غيب آخر ليس في هذه الدنيا بحال من الأحوال، انتقل إلى البرزخ. النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يمت وهو حي؟ توافقون مات وهو حي؟ مات وهو حي؟ قولوا لي مش فاهمين عشان نستطيع كثير مع بعض. مات وهو حي؟ مات وهو حي؟ كيف يعني؟ مات، نعم مات من الحياة الدنيا، إنك ميت والنوم ميتون، صحيح؟ وهو حي، حي فين؟ حي فين؟ في قبري، في الحياة البرزخية، حياة نعلمها ونعلم كيفيتها، كيف كان يأكل ويشرب؟ كيف إن هو بيزور نسائه؟ ها؟ أو يرجل شعره، نعرف ذلك؟ ليش لا نعرف ذلك؟ غيب، والغيب كيف نؤمن به؟ بالتسليم التام مع عدم البحث في ايش؟ في الكيفية. واخطأ من قاس الدنيا على
يبقى من جاءنا يتنصع ويقول أنتم ونحن نتفق على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن نعم والله حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشهودة معروفة حياة البرزخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من سلم عليه أحد يأتيه الملك ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال الحمد لله إذا النبي صلى الله عليه وسلم حي، قلنا نعم، قال إذا نذهب ونكلمه ونقول استغفر لنا وقد بين لنا القرآن ذلك، قلنا كيف؟ قالوا قد قال الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم من؟ قال إذا نذهب للسلام قل يا رسول الله استغفر لي ربي جمت وعلم أنا أستشفع بك استغفر لي رب، فهذه الآية واضحة على ذلك، قلنا والله هذا قاسم للظهور لك، هذا خطأ فاحش ولا يجوز بحال من الأحوال أن يذهب للسلام ولا يكلم للسلام. قالوا لما؟ قلنا لأنه ميت. قال لا هو حي، قلنا لا هو ميت بالنسبة لحياتنا الإيش الدنيوية، وإذا قلت هو حي في حياته الأخروية نعم هو حي في حياته البرزخية، ولا نعلم كيف الحياة وكيف يسمع وكيف يرى وكيف وكيف، هذه لا نعلمه، إذا لا ندخل في الغيب، وإلا فنذهب إلى حمص ما هو حي في قبره وكمان إلى عثمان إلى علي سيقول لا لما نخصها من سلم، نذهب إلى الأولياء الذين اعتقدنا فيهم الولاية نذهب إليه نقول استغفروا لنا ربنا، ما هو حي في قبر صحيح تتعدى إلى سلم إنهم في حياته طالما هم أحياء في قبورهم، فصحيح رجع أن نقول هو حي حياة برزخية لا نعلمه، الله جل وعلا هو الذي يعلمه. قالوا طب الآية، قلنا الآية الرد فيها من وجهين، الوجه الأول سأبينه والوجه الثاني هذه الفائدة المستنبطة ترد عليه وأريد الحديث الذي يظهر ذلك. أما الوجه الأول قال الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظرف زمان لإيش للماضي، فالحديث كله على الذين كانوا في عصر النبي صلى الله في حياته لما أتاه يذهبون للنبي فيستغفر له. قالوا طب هذا الفهم من وين أتيتم به؟ يبقى العام على عمومي والمطلق على الإطلاق، لما قيدتم في حياة المستقبل؟ قلنا لأن إيه ظرف زمان الماضي ليس في المستقبل فهي لا تباح لنا. قالوا دعوكم من اللغة يأتون بما هو أقوى، قلنا ما هو أقوى؟ أنتم أعلم أم أبو بكر؟ رب أبوس يجميل رب من؟ طيب هم أعلم أم علي؟ عثمان سعيد بن المسيب الشافعي أحمد أبو حنيفة، ما في ولا واحد من هؤلاء قال بذلك، ولا رأينا واحد من هذا ذهب إلى قبر سلم فقال يا رسول الله استغفر لي ربك وقال قد قال الله جل وعلا ولعنهم إذ ظلموا، ما في واحد من السلف قال ذلك. إذا إما أنتم أضل يعني حدتم عن الطريق، ليس أضل من الضلال الذي أقوله لأن القلوب لا يعلمها الله جل وعلا من صادق النية واجتهد فأخطأ، أنا أقصد ضل عن الطريق يعني إيش يعني أخطأ يعني حاد، فحاد عن الطريق الصواب، حاد عن الطريق الصحيح، حاد عن الطريق السديد، وعندنا قاسم للظهور أو قاسم في النزاع هنا يبين أن السلام أنه لا ينفع الأمة بحال في موتي إلا يوم القيامة، يوم القيامة عند حياتي الحقيقية الحياة الأخروية، أما في قبري فلا ولو كانت هي حياة. والتلاء ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانوا يتوسلون من السلام عندما يصيبهم القحط، فلما أصابهم القحط بعد موت من السلام ذهب إلى رسول الله فقال يا رسول الله أصابنا القحط وترى ما نحن فيه، أدعو الله لنا، من الكذاب الخبيث الأفلاك الأثيم الذي يقول أن عمر فعل ذلك؟ لا والله عمر ذهب إلى أبي بكر ما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إلى قبر أبي بكر رضي الله عنه أرضاه خطأ آخر، إيش ذهب إلى قبره هو؟ ذهب لمن؟ والعباد كان في أي قبر من القبور؟ كان حيا ما كان ميتا، فتوسل بدعاء العباس رضي الله عنه أرضاه. هنا فاصل كما قلنا في النزاع بدليل ناصع البيان يبين أن هذه الأمة لا تنتفع بنبيها بعد موتها إلا في عرصات يوم القيامة. عندي دليل آخر، أولا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأتا، إن أنت متي غسلتك وصليت عليك يعني شفعت لك، هذا حديث ظاهر جدا، تقول ورأتا، فيقول لها لا أنت ما تقول ورأتا بل ورأتا أنا، وأنت الذي تتندمين على أني أقول ورأتا، لأن أنا لو مت قبلك لن تنتفع بإيش بدعائي وشفاعتي، لكن لو مت قبلي نفع كل نفع لك سأغسلك وإيش وأصلي عليك وأشفع لك، يبقى إذا مفهوم المخالفة لو أنا مت لن تنتفع، لأن أنت مت صليت علي شفعت لك، لكن لو أنا مت وين أصلي عليك كيف أشفع لك، ليس فيه هناك شفاعة. فلذلك لم يقل لها اذهبي إلى قبري لو أنا مت قبلك، اذهبي إلى قبري عندما تقولين ورأتا وقولي يا محمد افعل كذا وكذا اشفع لي عند ربك جل وعلا. والحديث هنا في الباب فضلة أيضا على نفس المنوال، أريد ما تلقى أمتي بعدي، انظروا إلى الكلام بالدقة، أريتم ما تلقى أمتي بعد فأحزنني وشق ذلك علي من سفك الدماء. هذه فيها أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد حديث آخر ضعيف ضعفه بعض العلماء لكن الحق كل الحق أنه مختلف فيه مختلف فيه، فتعرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأحزنني وشق، وأيضا هذه سامحوني أيضا لا تساعد من قال أنه رأى ذلك في صحيفة بعد موته، الاحتمال وارد. أريت أمتي ما تلقى بعد
كأريت إيه؟ الجنة والنار في مقعدي هذا، في مقامي هذا. يعني يمكن أن يكون هذا في الحياة، يمكن أن يكون فيه، فاهمين؟ هو أنتوا يعني أنا برضو يعني أعتذر يعني أو التمس لكم الأعذار. لو فاهمين أنا بدندن حوالين إيه هتكون الأمر سهل. في ناس يعتقدون بأن السلام هو في قبر تعرض عليه الصحائف فيرى فيها المعصية ويرى فيها الطاعة فيضطر بالطاعة ويستغفر للمعصية. ورد أثار من ذلك يحتاجون إليه، فهمتم؟ فقلت هنا الحديث ممكن يساعدهم على تحسين هذا الحديث، لأن الحديث هذا مختلف فيه الذي يقوله الأمر مختلف فيه. أما حديث الباب أريد ما تلقى أمتي بعد، يبقى عندهم هذا دلالة أنه يرى إيه؟ وين ثقافة. قلت لا يساعدكم هذا. ليش لا يساعدكم؟ لأنه يحتمل أن يكون فين، بل الأرجح أن يكون في حياة، أنه النفع يكون في الحياة لكن في الممات لا. قالوا لا، في احتمال في الممات. قلنا والله صح، في احتمال بالممات وهو حجة عليك. قالوا كيف؟ قلنا آخر الحديث، شوف صدر الحديث وعجز الحديث. صدر الحديث أريد ما تلقى أمتي بعد فأحزنني وشق ذلك علي من سفك دمائهم بعضهم بعضا، انظر بقى إلى متى يأتي، نفعهم في القبر أم يوم القيامة؟ قال فسألت أن يريني شفاعة فيهم يوم القيامة. يبقى سينتفعون، نعم سينتفعون. متى؟ إذا في القبر هينتفعون؟ لا. يبقى تذهب تسأله؟ لا، لأنه لن تنتفع إلا ويوم القيامة قد منحه الله جل وعلا في هذه الشفاعة عندما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن هذا الحديث دلالة واضحة جدا، ردا قويا على من يعتقد بأنه إذا أساء أو أخطأ يذهب إلى النسلم أو إلى قبر النسلم يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يدعي بأن الأمة يمكن أن تنتفع برسولها بعد مماتي. هذا باطل باطل باطل، وهذا الحديث ترد عليه ردا قويا كما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها. اثبات صفه الغضب لله جل... لا اخر 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 هذه لانها سنتكلم عنها. من اهم اسباب استجابه الدعاء الثناء على الله جل وعلا. من اهم اسباب استجابه الدعاء الثناء على الله جل وعلا. من وين هذه؟ للدعاء اداه، منها استقبال القبله، منها ان تكون على طهاره، منها ان تاخذ بلباب الاسباب التي توصلك الى الله جل وعلا بمواطن استجابه الدعاء، كالمطر، كالسجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظيمه فيه الرب واما السجود فايش؟ فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنوا ان يستجاب لكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي دعاء اسمع؟ قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. وايضا عند الضيق كما قال الله جل وعلا فما والان الامه في ضيق لا يعلم به الا الله جل وعلا. فهذه مواطن استجابه الدعاء، اما يجيب المضطر اذا دعاء ويكشف السوء سبحانه جل في علاه، فهي مواطن الدعاء. ومن اهم الاسباب التي بها يستجاب الدعاء ان يثني على الله ما هو ان يثني على الله ما هو اهل له، وان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في الصلاه وهو يدعو لم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجل هذا، اعجل هذا، لم ياخذ الاسباب التي بها يمكن ان يستجاب الدعاء. من وين نستنبط هذه الفائده؟ فيعلمني محامد أثنى عليه بها، محامد علمنيها وأنا سادس أثنى عليه بها، فحامد الله جل وعلا أثنى عليه، لذلك كان سببا لقبول شفاعتي. من الفوائد المستنبطة أيضا الجنة لها أبواب، نعم لها أبواب على مصاريعها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب فتيحة. وهذه الأبواب منها باب من أهم الأبواب هو الباب الأيمن، والباب الأيمن خصه الله جل وعلا بالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل 70,000 غير حساب ولا عذاب من الباب الأيمن، فهذه خاصة بهؤلاء الذين يدخلون من غير حساب ولا عذاب، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يذوقون يخوضون، يقولون من الذي دخل الإسلام أولا الذي لم يصنع معصية قط فخرج عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، في رواية لا يرقون، والصحيح الراجح أنهم إيش؟ أن هذه شاذة، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء يدخلون من باب الأيمن. وقد بين السلام أبواب الجنة في باب هناك يسمى باب الريان لأهل الصوم، باب للصيام، باب للصدقة، باب للصلاة. لذلك أبو بكر أعظم الأمة قدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل سلم يعني ما على المرء من شيء أن تفتح له هذه الأبواب، قال أنت من كل باب ينادي على أبي بكر يتشرف بدخول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من هذا الباب. من الفوائد المستنبطة أيضا اعتقادا في الغيبيات الإيمان يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة والجماعة، يقولون الإيمان يزيد وينقص، عندهم أدلة على ذلك كثيرة جدا كما قال الله جل وعلا ويزيد الذين اهتدوا هدى، وأيضا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، صحيح والنقصان في سورة التوبة فزادتهم رجزا إلى رجزين. وعندنا حديث ظاهر جدا يجمع بين الإيمان والنقصان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وين الدليل؟ وين وجه الدلالة؟ وجه الشاهد، وجه الشاهد ثم وجه الدلالة، هذا التأصيل العلم، تأتي وجه الدلالة الشاهد ثم تأتي وجه الدلالة. الحديث دعك هو في أول الحديث خلاص دعك، ما نريد التتمة الآن، وجه الشاهد منه
ما رأيت منه نقصت ايش؟ عقله ايش ودين؟ نقصت دين يبقى نقصت ايمانه الان، وما نقص لابد ان بس انتهى الموضوع، فهي زيادة ونقصان. الغرض المقصود الإيمان يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما من أهل السنة من قال يزيد ولا ينقص هو الإمام مالك. الإمام مالك قال ما رأيت آية في كتاب الله إلا في علاه إلا تفيد الزيادة لا تفيد النقصان، إذا لا ينقص. وهذا الكلام كما قلنا ضعيف جدا كما فصلناه قبل ذلك، وسيأتي تفصيل إن شاء الله مع في الكلام على هذا الكتاب. لكن من وين استنبط هذه الفائدة؟ أعينكم في الكتاب، أنا مش كتاب في الكتاب. في الكتاب من وين استنبط الإيمان يزيد وينقص في الكتاب؟ السعيد أحسن في الحد الأول قال أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال شعير، مثقال دينار، مثقال ذرة، فهذه فيها دلالة أنه يأخذ بإيش؟ بالتناقص، يأخذ بالتناقص هنا. هذه فيها دلالة أن الذي كان في قلبه مثقال دينار أكبر وزيادة إيمان عنده من الذي في قلبه مثقال إيش؟ ذرة، فيها زيادة وفيها نقصان. توافقون؟ الحمد لله. من السنة التحدث بنعمة الله جل في علاه، من السنة التحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث، قل رزقني الله كذا مالا، رزقني الله ولدا صالحا يحفظ القرآن، رزقني الله امرأة صالحة تعيني على الطاعة، حدث بنعمة الله. لكن التحديث بنعمة الله على قسمين، تحديث برياء وسمعة ومفاخرة وأيضا إظهار للنفس، كالذي قال إنما أتيت على علم، يعني يقول أنا أهل لهذه النعم، كما وصف الله جل وعلا صاحب الجنة لما دخل الجنة ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن ها رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. يبقى إذن هو ما أوتي الجنة إلا بما عندي من مميزات وسمات راقية. والآخر ماذا قال؟ قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن لما فيها من المميزات. فهذا الذي لا يجوز التحدث به بحال من الأحوال، فالتحدث على سبيل المفاخرة والرياء والتعاري والتكبر على الناس هذا يأتم به صاحبه اسما مركبا، والله جل وعلا يسحب منه النعيم، فإن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن أبغض الصفات عند الله جل وعلا الكبر، منازعة لله جل في علاه، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته أو ألقيته في النار والأبالي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حتى أبي هريرة يبلغ به قال من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. من وين هذه؟ التحدث بلا مفاخرة، بلا مفاخرة. قال أنا سيد ولد آدم ولا يبين، أنا لا أفاخر ولا أرائي ولا أتكبر، أنا أخبر عن واقع بأن الله قدمني على جميع البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فاخر. الفائدة الثامنة، الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه فعلا وقدرا، أما الشر في المفعولات وفي المقدورات فهو صحيح، وأيضا لا ينسب إلى الله جل في علاه أدبا مع الله جل في علاه. إذن عندنا لا نسبة للشر إلى الله جل في علاه، وهذه تستنبط من الحديث عندما قال يا محمد فقال لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، لا ينسب إليك الشر بحال من الأحوال. انظر كيف كان إبراهيم بأدبه الجم مع ربه جل في علاه، ها ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو، قال وإذا مرضت، مع أن المرض والشفاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا، قدر الله جل في علاه، أنها مقدرات. لكن هنا نؤوله على والشر ليس إليك، يعني في فعاله، ففعال الله كلها كمال وخير، لأن الله جل وعلا يتصف بصفات الكمال جل في علاه خلقا وإيجادا فكله خير. أما المفعولات يمكن يكون فيها شر، نعم، وأيضا الشر الذي في المفعولات ليس شرا محضا، لأن الله جل وعلا لحكمة عنده بأن هذا الشر يستتبع الخير، هذا الشر يستتبع الخير. فهذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. انظر إلى من هم أفقه منا، من الجن، الجن أفقه منا وأعقل وأرشد علما. بسورة الجن ماذا قال؟ وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. لما جاءوا في الرشد والخير نسبوه نسبة صريحة لمن، ولما تكلموا عن الشر تأدبوا، قال إيش أريد، صح، مبني للمجهول. فهذه تعدد مع الله جل في علاه كما قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس عليك، وهذا الذي يجعلك تجمع بين الحديثين. لما قال والشر ليس عليك قال أعوذ بك من درك الشقاء وإيش ها وجهد البلاء وسوء، يبقى يقصد سوء القضاء هنا إيه؟ المفعولات، يقصد سوء القضاء هنا المفعولات لا فعال الله جل في علاه. الفائدة التاسعة، لا يتقرب العبد لربه إلا به، لا يمكن الإنسان أن يفتح له باب الطاعة ولا رضوان الرحمن ولا أن يقرأ باب رب الأرض والسماوات إلا به. عموما قال الله جل وعلا ما بكم من نعمة فمن الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنه،
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول لا ومقلب القلوب الذي والذي نفسي بيده او ويقول لا ومقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. وين ها احسن وتحميد يعلم مين، فانا ما حبيبكم ما اثنيت عليه الا به. وايضا ها سال تعطى، والامر الثاني مهم جدا اسجد لله الذي في علاه السجود يرضى به عني، فهو ما سجد الا به. ثم يبقى حفة سجود امران، الامر الاول توفيق ثم قبول. توفيق ليسجد فبعد ما سجد قبله كالتوبه محفوفه بتوبتين، توبه العبد محفوفه بتوبتين، توبه قبليه وتوبه بعديه. التوبه القبليه توفيق للتوبه من الله جل في علاه، لذلك قال انا لا احمل هم الاجابه لكن احمل هم الدعاء. والتوبه البعديه هو ايش؟ القبول. والدلاله على ذلك صريحه من الايه، قال الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر ثم تاب عليهم، اولا توبه اوليه ولما تابوا قبل، فاذا وفقهم للتوبه اولا وبعدما تابوا بتوفيق منه وتسديد قبل التوبه. فنعمه محفوفه بنعمتين، نعمة التوبة التي يتعبد بها المرء لله جل في علاه أولا سابقة لله جل في علاه ولاحقة لله جل في علاه، هو الذي وفقك للتوبة، وإن لم يوفقك لن توفق ولن تتوب ولن تقرع بابه بحال من الأحوال، يأذن ويرفض ثم بعد ذلك قبل منك هذه التوبة. هذا هو، أنا لا أحمل هم الإجابة لكن أحمل هم أهم الدعاء. نفس الأمر على نفس المنوال، ليش؟ الدعاء لا يكون إلا بالتوفيق، ولا يوزع في قلبه ان يرفع يديه ويبكي متضرعا ويكون القلب يقظ عندما يدعو الا به، وهو لا يحمل امر الاجابه لانها جاءت من ربنا صادق. هذا هو، قد وعد الله جل في علاه اذا سالك عبادي عني فاني اجيب دعوه، يبقى هو اصاله لابد ان يوفق اولا للدعاء، فاذا وفق للدعاء فهو يصدق بقول الرحمن اجيب دعوه الداع اذا دعاه، فهو لا يكون داعيا الا به، فان كان داعيا به فامر الاجابه سريع اليه. الفائدة التي بعدها دعوكم من العدد إثبات الحجاب، وهذا الحجاب لا يكون لله جل في علاه، حجاب للعباد يحجب العباد، الله جل وعلا لا يحيط به شيء. يا رب افهموا هذه المسألة، فاهمين ولا فاهمين؟ فيكون الحجاب ده حجاب يحجب من؟ يحجب القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر وبصر ينتهي إلى كل. يبقى هذا الحجاب ثابت، لكن الحجاب ده يحجب من؟ الخلق، يحجب الخلق. وإثبات ذلك في الحديث الضعيف اللي قال حجابه 70 حجاب، قال لما نطع 70 حجاب، لكن نحن لا نستدل بهذا الحديث الضعيف بالحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث أبي موسى أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشف أو النار في رواية النار، قال لو كشفه لأحرق سبحانه وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الفائدة التي بعدها عند تعارض المصالح لابد من اجتناب المصلحة الأدنى وأخذ المصلحة الأكبر. عند تعارض المصالح، عند عدم الجمع قدم الأكبر بتفويت الأصغر. من وين هذا؟ من أحسن الناس خير بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو يشفع، فهناك مصلحتان، المصلحة الأولى دخول نصف الأمة الإسلامية الجنة، والمصلحة الثانية أن إيش؟ أن يشفع. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبول عند ربه جل في علاه وأكرم الخلق على الخالق، فوجد أن الشفاعة أعم وأنفع كما قال هو، قال أعم وأنفع فاختار الشفاعة. مفهوم الحمد لله. تسعى على ذلك بقى أي مصلحتين، إذا تعرضت المصلحتان فعليك أن تقدم الأعظم إن لم تجمع بين المصلحتين. أن تتزوج بثينة وهند، بثينة أجمل وتحبها وهند خلوقة ويعني دينة، فأنت تقول أجمع بين المصلحتين، جاء الشرع وحبت وقال لا يا بثينة يا هند، فتأخذ مين؟ تأخذ مين؟ عايز أسمع تأخذ مين؟ أبو ثينة. طبعا كل مستيقظ الآن، يعني المسألة كلها انا اردت هذا المثل عشان الكل بس يبقى معايا في المثال. لا خذ بثينة كيفما شئت وناتيك بغيرها كمان. جيد. الفائده التي بعدها الاضافه لله تعالى نوعان، اضافه اعيان واضافه معاني. اما اضافه الاعيان فاضافه التشريف، واما اضافه المعاني فاضافه صفه للموصوف. من وين؟ في الاحاديث فيها الاضافتان. احسن. الاول قال عيسى عبد الله قال وروح روح الله جل في علاه. روح الله هذه إضافة، إضافة تشريف، لأن عيسى عين قائمة بذاتها، صحيح ولا لا؟ لا، إضافة تشريف ده الحق. روح الله، هل هي روح الله؟ هو روح من الله، خلقها الله، كل أرواح البشر خلقها الله جل في علاه، فلما عيسى بالذات روحه تضاف إلى الله جل في علاه؟ تشريف، أعظم تشريف، مفهوم؟ ولذلك تقول الكعبة بيت الله تشريف. أما إذا قلت كلام الله فهذه إضافة إيش؟ صفة، معنى. طيب قال بيد الخير، قال بيد الله والخير بيديك، الخير بيديك اضاف اليد لله، دي اضافه ايش؟ اضافه معنى، يبقى اضافه صفه للموصوف. طيب ايضا من الفوائد المستنبطه
الأنبياء بشر. من وين استنبط هذه المسائل؟ ها؟ ها؟ نفسي نفس. وأيضا لا في أصرح من كده. بشر يعتريه من البشر التردد وإيش؟ التردد وتقديم النفس على الغير. وأيضا هل اعتذار بالذنب؟ وأيضا وجود الخطيئة اللي تصرح بها الأكل. من وين الأكل؟ ها من الشجرة صح؟ قال أكلت من الشجرة. فإذا هم بشر يأكلون ويشربونه وأيضا يأخذون حاجاته. صحيح ولا لا؟ قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول تصريحا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون. فإن السلام أنت فهو بشر. فإذا بشرية الأنبياء بشرية معلومة، وهذه ردا على من يغلو في الأنبياء. لذلك كان السلام يسد باب الغلو فيه، وعندما نزل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم. أولا قال إنما السيد الله ما في غلو، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستجرينكم ولا يستهوينكم الشيطان حسما للمادة وسدا للذريعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا غلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ذلك كان من أعظم الناس توحيدا من أتى بهذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله. وفي أرفع من كده أنه إيش مع الرسالة أنه أضيف أضافة التشريف، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، يعني خلقها من عنده جل في علاه. فهذه كما قلنا دفعا للغلو، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فبشرية الأنبياء تمنع الغلو، وتمنعنا ممن يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القائل ومن جودك للإنسان، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيء. الدنيا والآخرة من جود النبي، ومن علوم النبي علم اللوح والقلم، ما ترك لله شيء. وعندما يقول أيضا يعني من لي سواك إذا نعم نزل أو حل الحادث العمل، من لي سواك ألوذ به، تلوذ بمن؟ أن السلام ميت، كيف تلوذ به وهو لا ينفع نفسه ولا يدر، لا يستطيع نفع نفسه ولا يدر نفسه، هو الطائف. أمره ربه أن يقول بذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فأنت الآن تقول أنه ينفعك ويضرك، أعوذ بالله من غضب الله. عندما ينزل الحادث العمل لا تلوذ إلا بن السلام، لا لوذ بربك إلا ما في علاه. اللواذ والاستعادة لا تكون إلا بربنا الجليل القادر الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، قال له كن فيكون. طيب تستلزم هذه الفائدة، الفائدة التي تتبعها ألا وهي عصمة الأنبياء. هذا هو، بل كاد يقتل، بل قال قد قتل. وحتى أن السلام لما اشتد الكرب عليه دعا عليه، قام قال اللهم مالك فلان وفلان، قال كيف ينجو قوما أو كيف يضل قوما قد أدموا رسولهم ونبيهم. فماذا قال الله جل في علاه؟ قال له ليس لك من الأمر شيء، وكل من دعا علينا السلام أسلم. قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الغرض المقصود تستتبع هذه الفائدة فائدة أخرى عظيمة جدا، عصمة الأنبياء. هل الأنبياء معصومون أم لا؟ الإجماع أن الأنبياء على عصمة تامة كاملة غير منقوصة في الاستقبال والإرسال. يعني استقبال والإرسال في الرسالة والرحمة. أقول الإجماع تام غير منقوص على التبليغ على الوحي، لا يمكن أن تنخرم بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، وهذه دلالة واضحة جدا من أن الله جل في علاه قد جمع له الوحي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سنقرئك فلا تنسى بحال من الأحوال. يبقى لا نتجلى الإنسان في التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغته رسالته. وأيضا قد قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالمسألة برمتها على الله جل في علاه. فالعصمة كاملة غير منقوصة في مسألة استقبال الوحي، وأيضا الإرسال التبليغ، فالتبليغ تام والاستقبال تام، لا انخرام فيه بحال من الأحوال. فالعصمة هنا بالإجماع. أما الخلاف قد ورد عند العلماء في مسألة العصمة من المعاصي، العصمة من المعاصي. الإجماع أيضا انعقد على العصمة من الكبائر، لا تقع الأنبياء والرسل في الكبائر بحال، نعوذ بالله من الخذلان، فمن قال بذلك فهو على سبيل هلك أو هو قد هلك. فالكبائر بالإجماع الأنبياء معصومون منها. وأما الصغائر ففيها أقوال ثلاثة. القول الأول قول بعض الذين يغلون في الأنبياء وصغار الأنبياء، يقولون أنبياء وأئمة وغير ذلك، هؤلاء يقولون كل هؤلاء معصومون من الصغير والكبير وخلاف الأولى، وكلامهم حق وغير، وهذا غلو غير مرضي بحال من الأحوال، وهذا مردود.
القول الثاني قول أهل السنة والجماعة لكنهم اختلفوا في التوجيه. فجمهور أهل السنة والجماعة يقولون بأن الأنبياء قد عصمهم الله جل في علاه من الكبائر ومن صغائر الصغائر من دنيات الصغائر اللي هو أن يسرق لقمة أو يسرق نظرة إلى امرأة، لا هذه لا يمكن أن يقع فيها الأنبياء، لكن يقعون في الصغائر، يقعون في الصغائر. منهم من أهل السنة والجماعة من قال لا، لا يقعون لا في صغائر ولا كبائر، لكن يقعون في المكروه وخلاف الأول، ويقولون بالقاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين، فيقول لا يقعون في المعاصي. والصحيح الراجح الذي ندين الله به أن الأنبياء يقعون في المعاصي، يقعون في المعاصي. لا سيما وأننا لا نندهش لا غرو ولا عجب إن وقع النبي في المعصية ففي التو والحال يتوب ويؤوب يرجع إلى ربه جل في علاه، ولا نأتسي به في هذه المعصية بحال من الأحوال. فإذا تاب وآب ورجع وأناب إلى ربه جل في علاه ارتقى منزلة فوقه المنزلة التي كانت عليه، والدلالة على ذلك واضحة جدا لا تأويل فيها. قال الله جل وعلا تصريحا وعصى هذه من ايش؟ من الاسرار المعصيه. وعصى ادم ربه فغضب. هنا ابراهيم عليه السلام يقول لا قد اذنبت ذنبا، قال ذنبا، وفي روايه اخرى قال اخطات خطيئه، كذبت ثلاث كذبات. الغرض المقصود هذه دلاله واضحه جدا على ان الانبياء يقعون في المعصيه، لكنهم لا يقرون على هذه المعصيه في التوبه واللحظه. الله جل وعلا يوفقهم الى التوبه، والتوبه احب الى الله جل وعلا، والله اشد فرحا بتوبه العبد. هذا هو الراجح الصحيح في مساله عصمه الانبياء. يبقى لنا الكلام على صفه الغضب. صفة الغضب لله جل في علاه قد أثبتها بعض الأحاديث التلفزيونية المطولة بحديث الشفاعة. قال لما ذهبوا إلى آدم فقال نفس إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. هذا حديث مهم جدا نقف عنده. قال غضب الله غضبا اليوم، قال غضب فأضاف الغضب إلى الله جل في علاه، والغضب معنى صح. يبقى إذا كان معنى نرجع للقاعدة يا شطار اللي قاعدناها في أول الدرس، إيش هي؟ المضاف لله، تكرار يعلم الشطار، المضاف إلى الله إيه؟ نوعان، إضافته معنى، وإضافته إيش بقى إضافة الأعيان كإيه؟ كعيسى إضافة لله جل في إضافة تشريف، كناقة الله وتقياه، كعب بيت الله إضافة أعيان، أما إضافة المعاني كالغضب كالكلام كالعطاء كالمعنى صح، كل هذا معنى. طيب فلما اضاف المعنى غضب الله قلنا اضاف معنى الى الله جل في علاه، فهي اضافه صفه موصوف. اذا صفه الله جل في علاه الغضب، نعم الغضب صفه من صفات الله جل في علاه، ثبتت لله جل في علاه بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه بل والعقل والقياس. قياس نعم قياس الاول، اما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه فباءوا بغضب على غضب، فباءوا بغضب من الله، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا كله اضافه الغضب لله جل في علاه. ومن السنه هذا الحديث ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. واجماع اهل السنه، اجمع اهل السنه وجماعه على ان الله جل وعلا يتصف بالغضب. قال الله جل وعلا فلما اتفونا، ايش اتفونا؟ اغضبونا، فلما اتفونا اغضبونا انتقمنا منهم، فهذا الغضب لله جل في علاه. وبالعقل الغضب في موضعه في حين في اوانه بالنسبه للبشر كمال توفقون، يعني الذي انت تستثير حفظته وتستغضبه اكثر من مره فلا يغضب، هذا ايش تقول فيه؟ تقول حاجه من اثنين، هو ياباني وانا صيني فمش عارفين نتفاهم، او هو عربي وانا صيني مش عارفين نتفاهم، او ان هو يكون ايه جبان ليذعر ما يخاف، يعني في غضب داخله ما يستطيع يخرجه، او هو ايش كما وصف الاخر. قال الامام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، افعل ما شئت مع الحمار، غضبه كده ما تدروش البرسيم ايش هيفعل، نايم مش عارف حاجه ولا ياتيك ما فيش مشاكل. فلذلك هنا نقول صفه كمال في البشر انك لما ياتيه وقت الغضب يغضب، ووقت الدعوه والسرور والرفق واللين تراه فيه، جمع بين صفتين، هذه صفه كمال في البشر. يبقى هنا من باب اولى اذا كان صفه الغضب في حينه كمال فيكون في حينه عند الله جل وعلا ايه؟ من باب اولى كمال، لان القاعده عند العلماء قالوا اذا اتصف العبد بالكمال فالله اولى بهذا الكمال. لما التوجيه؟ لما لانه هو الذي خلق الكمال، فالذي خلق هذا الكمال اولى ان يتصف بهذا الكمال. الحمد لله. فاذا الله جل وعلا اولى ان يتصف بذلك، وهذا من باب قياس الاولى كما بينا في ثبوت هذه الصفه لله جل وعلا. وهذه الصفه ثبتت لنا بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه والعقل، وهي صفه فعليه. صفه فعليه يعني ايش؟ يعني صفه تتجدد، صفة تتعلق بالحوادث بالأسباب، صفة أعرفها بأن أضع قبل الصفة إن شاء إن شاء غضب إن شاء لم يغضب، صح؟ لذلك قال الله جل وعلا فلما، طب قبل أن يغضبوه ها ما كان يتصف بالغضب، هو انتقم منهم متى؟ لما أغضبوه. طب قبل ذلك ما انتقم؟ يبقى إذن ما أغضبوه، صحيح ولا لا؟ ها
هذا هو. لكننا نقول كل قاعدة بكل صفة فعلية عشان تتعلم علما دقيقا، كل صفة فعلية تقول هي قادمة النوع حادثة الأحاد. لك لو قلت أنها ما كانت قديمة النوع كأن الله لم يكتسب هذه الصفة إلا بعدما أغضبوه، حاشا لله، هذا يكون نقصا. فهذا هو، فنقول يا قديمة النوع حديث الأفراد، لكن هنا نقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، يبقى قبل ذلك ما انتقم منهم. لو سألتك لما لم ينتقم منهم قبل ذلك، قل ما أغضبوه، لم يغضب عليه. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذا معنى ذلك يتصف الله بهذه الصفة في حين ولا يتصف بها في حين. وهذا صريح الحديث، قال غضب اليوم غضبا أكمله، لم يغضب قبله يبقى إذن هو في حين وحيد، ولم يغضب بعده مثله. فإذا هذه صفة كمال يتصف الله بها، وصفة فعل كما قلنا يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حين. وإذا علمنا بأن الله جل وعلا يتصف بهذه الصفة، فعلينا أن نتعبد الله بهذه الصفة، ولا نعلم أنها صفة كمال، ونسلم تسليما تاما لله جل في علاه، أمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، لا حيدة لا تأويل لا تعطيل لا تحريف، أمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبرنا بغضب الله جل في علاه، لم يؤول لم يحرف لم يقل إن المسألة تعتري القلب والوجه وغير ذلك، لا، قال الله يغضب فهو نفسه قال سمعت وأطعت، وعلم الأمة أن تقول سمعت وأطعت، أمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضب الله جل في علاه لابد للمرء الذي يتعبد الله بهذه الصفة أن ينأى بنفسه عن الأسباب التي تغضب الله منه. والأسباب التي تغضب الله جل في علاه أعظمها أعظم الظلم، أظلم الظلم ألا وهو الشرك، الشرك بالله من أظلم الظلم، وهذه أعظم الأسباب التي تغضب الله جل في علاه. فإذا كان غضب الله جل في علاه فعذاب الله أليم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالشرك هو أعظم الأسباب التي تستجلب غضب الله جل في علاه، لذلك قال الله جل في علاه فباءوا بغضب على غضب، لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وقد قال الله جل وعلا عن هود عندما جادل قومه وجادلوه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله جل في علاه، قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وإيش وغضب. هما السبب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأبائكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فإذا كان السبب الرئيسي أن الله جل وعلا أوقع عليهم الرجز والغضب أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فأعظم الظلم كما قلنا والذي من أعظم الأسباب تستجلب غضب الله جل في علاه. وإذا غضب الله على قوم أخذهم، وإن الله إذا أخذ قوما لم يفلتهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، من ذلك قتل النفس، الظلم، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هذا الظلم يستجر أيضا وهو سبب من أعظم الأسباب التي تستجلب غضب الله جل في علاه. وأظلم الظلم سفك الدم البريء، سفك الدم البريء هي أظلم الظلم، فلتستبشروا خيرا ولا تبقوا على دمائكم ودماء إخوانكم. لا والله، هذه مظالم لن تفوت عند الله جل في علاه، هذه تستجر غضب الله جل في علاه. الجو يملكه الله، والارض يملكها الله، والبحر يملكه الله جل في علاه. وان الله يملي للظالم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، لكن حكم لا بالغه حتى نرجع حتى نتوب حتى نؤوب الى ربنا جل في علاه، ثم يرينا عجائب قدرته في هؤلاء الظلمه الطغاة البغاة. الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد غضب عليه في الدنيا، وإذا غضب الله جل وعلا على شيء أو على أحد في الدنيا لن تجد له معينا ولا نصيرا ولا عاضدا بحال من الأحوال، بل من عاضدهم وناصرهم فهو مثلهم وهو في الهلكة معهم وعلى شفير هلكة. وإن الله يختبر العباد حتى يميز الخبيث من الطيب، ثم بعد ذلك إذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا اليمين الفاجرة أو اليمين التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا، أن يأكل أموال الناس باليمين، هذه أيضا من الظلم الذي يستجر غضب الله جل في علاه. ومن أعظمها أكل أموال الناس باليمين المنفقة للسلعة والممحقة للبركة، ويمين اللعان. يمين اللعان إذا دخل الرجل على امرأة فوجد عليها رجلا فأراد أن يقتله أو يقتلها فلم يقتلها ثم تلاعنه، فإن هذه اليمين إن كانت فيها كاذبة تستجر غضب الله جل في علاه. الدلالة على ذلك أن الله جل وعلا قال ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، إلى أن قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه آخر ما يقال في مسألة الغضب، نعوذ بالله جل في علاه أن نغضبه أو نأخذ بالأسباب التي تغضب الله جل في علاه علينا، ونسأل الله جل في علاه أن ننأى بأنفسنا عن كل ما يؤذينا وعن كل ما يضرنا عند ربنا جل في علاه، ونأخذ كل الأسباب التي ترضي عنا ربنا جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.